موضوع اللي احنا دلوقتي الحديد. معلش انا اسفه لبسته لك غلط. معلش معلش يا احمد. معلش. معاناة الفنانة مها احمد ومشاكل حياتها اللي ما بتخلصش. الفنانة مها احمد عاشت حياة صعبة مليانة مشاكل، وده بسبب كون ابنها الاكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة. كل سنة وانت طيب يا احمد. كل سنة وانت طيب يا حمود. يا احمد يا احمد يا احمد يا عمود يا اسطورة. يلا حالا بالا بالا حي ابو الفشار. هيكون عيد ميلاد الليلة اسعد الاعياد. هيا يا ابو الفشار. الفنانة مها احمد قالت ان عادل او الابن ليها عنده مشاكل صحية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي حصل له هو انه في الاساس ما كانش عنده اي مشاكل، لكن بسبب خطأ في الولادة قدر ليه انه يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وده لان الدكتور استخدم شفاط عشان يطلعه من الرحم اثناء عملية الولادة، وده ادى لنقص في الاكسجين واختناق، وبالتالي تم تدمير 20% من خلايا المخ، فأثر عليه وبقى غير قادر على الكلام والحركة. مها قالت: ابني يمثل لي الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، اعتبره رزقا من الله، فهو اول من انجبه واشعر ان الله ميزني به، واستمر في شكر الله سبحانه وتعالى لانه رزقني به، فهو بركة العائلة. الفنانة مها احمد طلعت في احدى لقاءات التلفزيونية مع جوزها مجدي كامل، واتكلمت عن علاقتها بعادل ابنهم، وعن قد ايه هي بتحبه، وانها زمان كانت بتعيط عليه لما تيجي سيرته او تتكلم عنه، لكنها بقت متفهمة حكمة ربنا وقدرت انها لازم تكون قدوة اكتر من كده، وقالوا انهم بياخدوا عادل على طول ويخرجوه ويتفسحوا سوا، ولما بيروحوا اي مطعم مجدي جوز مها بيدور على مكان مناسب يكون فيه كنبة عشان عادل ياخد راحته ويكون قاعد مبسوط ومرتاح. وفي احدى احتفاليات التخرج اللي حضرتها الفنانة مها وجهت رسالة لكل أب وأم عندهم طفل من ذوي الهمم، وقالت: أنا واحدة من الأمهات اللي عندها طفل من ذوي الهمم، بقول لكم بصي للموضوع إن ربنا اختارك عشان تدخلي الجنة في الدنيا، إحنا بنسعى وبنجتهد طول ما إحنا عايشين عشان نرضي ربنا. سبق وانتشرت شائعات في 2021 عن وفاة عادل ابن الفنانة مها أحمد، لكن وقتها مها طلعت وردت على الشائعات دي بفيديو ليهم سوا في العربية على أغنية حب وجنة، لكن الشائعة دي بتفضل تنتشر كتير بين الحين والآخر، ودايما بتطلع مها وجوزها مجدي كامل ينفوا الخبر. وأزمات تانية كتيرة جدا ومشاكل واجهتها مها أحمد في حياتها، زي بيتهم اللي غرق وشقة عمرهم اللي راح كله، وفشل علاقة عاطفية لابنها، والإصابة بكورونا، والشغل اللي ما بقاش يتعرض عليها زي الأول، وده تحديدا حصل لما طلعت الفنانة مها من فترة تشتكي إن ما بقاش يتعرض عليها شغل، وفي الوقت ده طلبت المساعدة من أحمد السقا إنه يجيب لها شغل أو دور تعمله باعتبار إنهم واكلين عيش وملح مع بعض. والحقيقة إن في مشاكل كتير بيواجهها الفنانين في حياتهم ومحدش يعرف عنها حاجة. ربنا يشفي كل مريض ويصبر الكل على مشاكله وهمومه. هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد. هيا يا أبو الفشار.